مالك زناد ملاكم ليبي وبطل يهابه الخصوم مهما كانت جنسياتهم. هذا المستوى لم يصل إليه زناد بسهولة، إنما بعد معاناة وتعب. شارك في مسابقات محلية وأفريقية وتحصل على الترتيب الأول، ثم توقف لفترة من الزمن. زناد لعب 12 نزالا، فاز في 11 منها بالضربة القاضية وواحد بجمع النقاط. من أبرز المواجهات التي فاز بها مالك تلك التي كانت على البطل البريطاني كولمز في عقر داره. كعادته تألق الملاكم الليبي العالمي مالك زناد في نزاله الأخير مع نظيره الكوبي جوليو أكوستا الذي احتضنته حلبة فندق الانتركونتيننتال في مالطا. مالك دخل النزال وعيونه على انتصار جديد يضاف لسلسلة انتصاراته، وكان له ذلك بعدما تجاوز خصمه الكوبيج من خلال جولات النزال، إذا عجز مالك هذه المرة على الفوز بالضربة القاضية. فوز جديد يضاف إلى سجل البطل الليبي الذي يأمل في التتويج ببطولة العالم. وبعد النزال أهدى مالك هذا الفوز لكل الليبيين الذين قدموا له الدعم والتشجيع. عوض برغثي، ليبيا الحدث.